بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. تأهب للذي لابد منه فان الموت ميقات العباد. ستندم من رحلت بغير زاد وتشقى اذ يناديك المناد. فلا تأمل للدنيا صلاحا فان صلاحها عين الفساد. ثم جنيت وانت حي وكن فيها قبل الرقاد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد. اخوة الايمان والاسلام، عهد طيب ومبارك مع ايات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وظن أن
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طوفة ألم يكن طوفة من
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر
مصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. ويطعمون الطعام على
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بها ويخافون يوما ويخافون يوما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك ذلك اليوم ولقاهم الله
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور هذا كان لكم جزاء
محجورا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن يدخل من يشاء في رحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين يدخل من يشاء في رحمتك والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا من حكم به عدل ومن عمل به فقد هدي إلى صراط مستقيم كنا خاشعين إلى مسك الختام آيات الله بينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وتلا علينا من قبل هذا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مجد سيدي إبراهيم الدسوقي والمقيم بمدينة الدسوق بمحافظة كفر الشيخ نقلت إليكم عبر أسير موجتنا المحلية الكبرى والإعلام السرابقات ومخازن الفراش الحديث الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية إدارة الحق فتح الآرخ وأولاده المقيمين بمدينة منوف نيابة عن أسرة العزاء الكريمة شكر الله سعيكم جميعا